بكبر على كتر ما بفتح بصوص بتكون ما تأخذوني. حسناً؟ حسناً. هلا نحن بباس، هاد لنشوف كم حدا معنا بالباس. هاد لنعمل الكاميرا. اوكي ليكو تعالوا لفرجيكم نحن وين هلا. وبدي اقولكم اول شيء صباح الخير، صباح النور. انا كيف بدي اقرا الدردشات؟ لكن صباح الخير. صباح الخير. الله يسعد لي صباحكم، صباح متابعيني حبايب قلبي. زينب صباح النور، هبة سلمان سنة دخيل الله اللي خلقكم، فاطمة ما شاء الله عليكم يخز العين ما أكتركم، بطلت لحق. يا صباح الورد، يا صباح الفل والياسمين. طلعنا على هذا المكان حبايب قلبي أنا وهادي تنعمل سبور. الله وكيلكم بكياني 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 ليطلع يعمل سبور. أنا بكياني أنا للوش أنا ليكو تعالوا فرجيكم جمال الطبيعة يلي عم نعمل فيها سبور. ندى صباح الخير، غنى بشار الله يسعد لي صباحكم كلكم حبايب قلبي، دلال يا صباح الورد والفل والياسمين على وجوهكم كلكم. حضرتوا فيديو اليوم؟ شفتوا قد ايه كان حلو؟ مربى البرتقال يلي منه مجرب مربى البرتقال جربوه حبايب قلبي، يا الله شو طيب. حطيت منه اليوم شوي مع بسكويت الديجستيف، على وش بسكويت الديجستيف حطيت الي ولهادي. قد ايه كان طيب يا هادي من 10 مربى البرتقال؟ بصراحه بنعام الليله مش بس يعني ما ذكرت الا الطرطه والهيك اللي هي اللي حطوها معها يعني. بس كثير كثير طيبه. ما بعرف هني هلا منن شايفيني. يا صباح الورد كيفكن حبايب قلبي؟ بدي اشوف الغاليين يلي هني معي هلا بالباس. صباح الورد دلال، علوش علوش الغالية، الله يسعد لي صباحكم كلكم، الله يسعد لي صباحكم. كنا عم نتمشى حبايب قلبي نعمل سبور، قمنا انا وهيدي هيك فجأة، هيدي قال لي يلا قومي. مع انه انا بعرف والله استغليت الفرصه دغري. ما بيناسب كرشي بس مشي الحال. لا بيناسب بيناسب. انا كرمالك. انا ما بيناسب كرشو. مو كرمال كرشي، كرمالك. كرماله. والله الطقس كثير حلو عنا اليوم. انتم كيف الطقس عندكم؟ اكتبوا لي كيف الطقس عندكم. تعالوا افرجيكم الطبيعه. المحل اللي نحن عم نمشي فيه. لكن هون زارعين فول ليلى. متابعينك من الكويت، وين فول يا هادي؟ هذا. الله عليكم مصور، ما فينا نفوت. ما مصور، حاطين بس حديد. حاطين حديد يعني سور. ايه يعني معناتها عم يقول لك تفضل اهلا وسهلا فيك. طلع الفول عندكم ولا بعد؟ نزل الفول بالاسواق ولا بعد؟ هذا الفول عنا نحن. يا الله. بس ما عقد ما عمل. ريحة الفول قد ايه حلوة. ليلى انا ام يوسف، ياك الصباح ويا ام يوسف. رحمة أول مرة بتطلعي لايف. ايه والله هي أول مرة هيك كتير كتير هيك حسيت حالي مشتقت لكم وعبالي احكي معكم وعم نمشي بهالمكان الحلو، فقلت بدي اصطبح مع حبايب قلبي يشاركونا هالمشوار الحلو. انا قاعده بطرابلس حدك حبيبه قلبي. قال الصوره مش واضحه، او لك الصوره مش واضحه اكتبوا لي اذا الصوت والصوره واضحه. كريستين يسعد صباحك، ريمو، قمر، زينب، وحيدر دخيل روحكم انتو. الطقس عندهم مطر قال، ما بعرف وين مطر، بأي دولة الطقس مطر. بس بدي اياكم تكتبوا لي حبايب قلبي إذا الصوت والصورة واضحة.
حتى نعرف نوقف ولا نكمل نعمل سبور على القاعد. في الدكتورة سمية كمان تسلم عليك. حبيبتي دكتورة سمية، إلي الشرف حبيبة قلبي تكوني من متابعين قناتنا. أنا بسميها قناتنا، نحن كلنا، مش قناتي، لا قناتنا، نحن عائلة وحدة. اكتبوا لي شو رأيكم بهالطقس الحلو. قال عندهم برد. هيدا الصبر ليلى، هذا معلومات، معلومة كتير حلوة ومفيدة للمتابعين. بيجيبوا لوح منه، ورقة بيقصوها بالنص، بيحطوا فيها سكر نبات. اها. وبيسكروها، بيجعوا يعني بيحطوا طبقتين على بعضهم. اها. عرفتي كيف؟ بيسكروها وبشدون على بعضهم يعني. بيعلقوها تينزل الخلاصة منها العصارة. بيقولوا كتير منيح للربو. معقولة عنده ربو، عنده بلغم بصدره أو شيء، كتير منيح إنه بيشربوا مثلا مرتين الصبح والمساء. كتير بيعزل الصدر وهيك. عن تجربة يعني. يعني معلومات حلوة الواحد يعرف عن الطبيعة والنباتات قديش فيها فوائد. أنا بآمن إنه كل شيء الله خلقه فيه إله فوائد لإلنا. كل شيء الله خالقه على وجه الأرض فيه إله فوائد. خبيزة ليلى. هاي خبيزة. ياهي أنا كتير بحبها. هيدي للالتهابات. تعرفوها هاي للالتهابات، وخاصة التهابات النسائية يعني. اها شايفين حبايب قلبي؟ بيعملوا سيرش عنا بس بيعرفوا شو. بس اعملوا جهدكم، هاد لأبرم الكاميرا لحتى تشوفوني. اعملوا جهدكم بس تنقوا الخبايزة، تنقوها تكون بمكان اكرمكم الله، ما يكون في كلب مارق حده، ما يكون في بسينات، ما يكون في حدا يعني. يكون نظيف. يكون نظيف، يكون نظيف لحتى لما تلحقوا تجيبوا الخبايزة وتغلوها تشربوا شيء نظيف وتاخذوا الإفادة الكاملة. حتى أنا عبالي صبحكم فيس تو فيس، صعيب بدي فرجيكم الطبيعة يلي أنا كتير مبسوطة فيها وعم نعمل أحلى تمشية. سوسو اليوم الجمعة كنتي غيرتي وقتين البس، أنت بتحبوا البس قولوا لي. ليلى بتجنني أنت وضحكتك يا عمري يا عمري. يا الله يا الله شو مشتاقة أطلع معكم لايف. من زمان من زمان جاي عبالي أطلع معكم لايف، بس ما بعرف سبحان الله بحس ال ما بعرف ما كانت عم تزبط. يلا الحمد لله هلأ زبطت. ممكن سؤال؟ اتفضلي حبيبتي اسألي. بحبك وأنا بحبك وأنا من طرابلس، لك على رأسي كل أهل طرابلس وكل أهل الشمال وكل أهل بيروت والبقاع والجبال ولبنان كلها والدول العربية كلها على رأسي والله، وعلى رأسي كل العرب يلي ببلاد برا كمان. ليلوش بحبك يا عمري. مساء الخير مساء الخير. هي اي دوله هي مساء الخير؟ نحن عنا قبل الضوء. قد الساعه عندكم؟ عم تكتبوا لي مساء الخير مساء الخيرات. باي دوله انتم عم تكتبوا لي مساء الخير حتى الدنيا عندكم ليل؟ ليلوش بحبك كثير وانا بحبكم كثير حبيبي قلبي. من زمان طلعي لايف. ايه والله والله حقكم على راسي. بس مش النت، النت ليلى ما بيساعد يعني. يعني انا جربت قبل هلا، كان في معارض، كانوا عاملين معارض بطرابلس، جربت هلا هلا كمان عم نجرب يعني مش بس ايه يعني. وهلا هي مثل التجربه يعني، فيكم تعتبروها ما تعتبروها انه والله انا طالعه لايف نظامي هلا، لا هي تجربه والحمد لله ما شاء الله الحبايب كثار. فاكتبوا لي امتى بتحبوا اكثر شيء اني اطلع لايف، باي ايام باي ساعات. ليكوا هالمنظر وراي، شوفوا شوفوا شوفوا. ردي يا ليلى. والله انا معك. قولي لي شو الساعة عنا؟ 12:30. نحن قديه ساعة عنا يا هادي؟ 11:30. في فرق ساعة يعني. اكتبوا لي نص ساعه على صوت. خليهم يكتبوا لنا من اي دوله عم تحضروني وقد الساعه عندكم. اكتبوا لي هلا 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 عبالي اعرف كل حدا. هلا خليني اوقف مشان النت يكون مزبوط. هلا اكتبوا لي من اي دوله عم تحضروني وقديش الساعه عندكم
رح بلش اقرا انا. انتي راحتي النفسيه يا روحي. لكو 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 هالبيسي تعالوا فرجيكم اياها. وين هي؟ ليكو لك والله انتو راحتي النفسيه. كنا عم نمشي انا وهادي فقلت له بدي احكي مع حبايب قلبي، قال لي هلا، قلت له ايه هلا. فليكو دخيل الله من جونية، جوال من سوريا، من الأردن. شو بمرافقنا هذا؟ رايح معنا على الدمام؟ جاي معنا؟ أهلا وسهلا والله، شرفت وأنست. يلا مشي معنا، تعمل معنا سبور. من الأردن، من لبنان، أستراليا، فرنسا. أخ أخي بعت لك الهنا، تفركشت فيها. نسيت أنا عم تمشي حدي، كنت حأدعس عليها. شي حلوة هدي، ما عندك شي يتاكل؟ أنا؟ كنا زتينا لها شي يا قلبي. هلا بدي يكون معي شي يتاكل لها هون؟ يا قلبي يا عمري شو بدك قولي؟ لا ذكر ذكر هذا فين؟ يا الله تعوا مشوا معي. تونس، من تونس، من ليبيا، من أمريكا، من وين منقطع؟ تعالوا شوفوا هالمنظر هون يا بسبوس، والله العظيم عم ينقذني ليك بدنبو، عم يفوت بين إجري. ليكو 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 لا يي يي يا شحاري. ليكو ترى انا بحب البسينات وبحب الكلاب اكثر من البسينات، بس ما بحب المسهم، انا هيك طبعي. لك لا العظيم عم يفوت بين اجري، عم يفركشني. من سوريا عراسي، والله كل اهل سوريا. بس بوس روح لعند هادي، عم يفركشني. كون ملتهي معكم، عم بقرا الكومنتات ومركزي، ما بلاقيه الا كاني حادعس عليه، خفت عليه. القطة بتحبك؟ ايه وانا بحبهم، بحب الكلاب اكثر شيء، اكثر نوع حيوانات بحب الكلاب. إيه بس ما بحب المسهم، بحب هيك شوفهم. والبسينات بحبهم بس ما بحب المسهم، بحب شوفهم. بدي لحالكم يخزلعان عنكم، ما شاء الله الكومنتات طايرة طيارة. من السويد، من العراق، من إدلب، سويداء. بس اكتبولي قد الساعة عندكم، عم تكتبولي انتو وين بس ما عم تكتبولي قد الساعة. من فلسطين، عراسي والله. ليبيا ليبيا ليبيا. يلا هيدي امشي، الساعة 12 بتركيا. شو ناويين تعملوا أكل اليوم؟ عم نصطبح ونصطبح. شو ناويين تعملوا أكل؟ هات لنشوف شو ناويين تعملوا أكل. لا اسأليهم، أنت بشكل عام بيحبوا إنك تعملي لايف معهم؟ سألتهم أنا، اكتبوا لي ما تنسوا، إمتى بدكم ياني أعمل لايف؟ إمتى بتحبوا إني أطلع لايف؟ تعال فرجيكم البيسي، هالبيسي كيعتنا. ليكو ليكو ماشي بلزق بلزق هادي. ست ليلى بحبك وانا بحبك. فاهيتا ورق عنب، واو جاي اتغدى عندكم. احسن الخميس اعملي لايف، قال احسن شي الخميس يا هادي نعمل لايف. ايه اكتبوا لي امتى بيروت عنا اكله ليبيه. اها ما عم لحق. انت شو بدك تعملي غدا؟ والله يا جماعه انا اليوم ناويه اعمل كريسبي، يعني عم فكر. ها وفي عندي لسه صحن ملفوف من الملفوفات يلي شفتوهم نزلتهم اول امبارحه، امبارحه
لك يا عمي انت عم بتفركشني. آه لسه عندي صحن ملفوف، حتى تعرفوا انا الاكل اللي بطبخها بتضل عندي يومين. ليكم احلى يا قلبي. لك سبحان الله ما عمل هيك على الوحل، عمل على الزفت مشان يحك. بده يحك جسمه يعني. ملوخية ياي، صحة وألف عافية، كلي عني وعنك. طوق وعندي سبيني غرز. كفتة، كفتة بني، شو بو القط؟ والله ما بعرف شو بو. حبنا فرد مرة يعني، كأنه في صحبة بيناتنا كانت من زمان. الله وكيلكم أول مرة منشوفه، منسف أردني. إن شاء الله إن شاء الله جاي على بالي. كلها بتحبك، وقفت على هالمستند. وين هو؟ حياتي. ولشو يا بسبوس؟ ليكو. شو يا حلو؟ على البيت، والله العظيم بيبي. شو أحلاه؟ ليكو هالبسبوس ما أجمله. لا ما يكون هذا هو شو اسمه؟ طمطم؟ مش لا أنت عم تمزح. بلكي هو ما بصدق. آه. ما بصدق. ما بصدق بلكي هو. شو هالحكي؟ لأنه اختفى، ما عاد إجا، بلكي هلا شافنا ما بعرف. ذاكرين البسبوس اللي كان عنا يا جماعة؟ كان عنا بسبوس كنا مسميينه طمطم ومشمش. سألتوني عنه قلت لكم اختفى، فقت الصبح ما لقيته. ما بعرف وين راح. ما يكون هذا هو. معقولي أنت مشمش؟ والله ما بعرف، سبحانك يا ربي. لانه محبته هلا هيك منا طبيعيه. هيدي انت من محبين القطط؟ شي مره شفت قط هيك لزق فينا فرد لزقه هيك؟ لا ابدا والله ابدا بحياتي. شككتني انت هلا. ليكون طمطم. شو كيف بدنا نعرف اذا كان طمطم ولا لا؟ ما بعرف والله، بدنا نشوف بصمات ايده. نعمل فحص دي ان اي. عن جد محبته منا طبيعيه. عم نعمل رياضه نحن بين هالغابات، ولا لزق فينا فرد لزقه ما بقى يحل. ليكو مشمش، معقول مشمش هذا يا عمي؟ قال بألمانيا الساعة 10:30. لازم نقارن فيديوهات مشمش معه. معقولة؟ والله العظيم بلكي هو، بس إذا بين هالخطوط مثلا. حبه منه طبيعي يعني، عن جد يعني بتحسوا كأنه بنعرفه من زمان. ليلى بونجور، بونجورك حبيبتي نور، نور رمضان. عش البلبل الحلبي، زهرة الهيت، أسعد ستار، فين أم الرور؟ أم الرور ببيتها مع مرت عمي. اليوم ما عندها شغل، اليوم مع مرت عمي. قلت له لهيدي، قلت له مشي نتمشى شوي وبعدين منروح لعند مرت عمي. هلا لنشوف حسب الله كيف بمشي لنا هنهار. وكيف اليوم الغدا؟ سمك، والله طيب السمك. هاي اسمها سنديانة. مرق الدجاج. قال خدوه معكم على البيت. هيدا؟ ايه والله اذا راح بديله معي. نطلعه بالسيارة؟ بس السينات اللي بتجي لعنا ورماح وبقعة رح يزعل. دخيل هالوجه الحلو من استراليا، حبيبتي انت الحلوة. بونجورك ليلى، بونجور حبيبي. الله يسعد لي صباحكم. اعملي منسف اردني، والله ناوية اعمل. يعني المنسف الاردني حاطته براسي من زمان وبدي اعمله، بدي اعمله. والله من زمان جاي على بالي اعمل المنسف الاردني، بس ما في جميد يا جماعه. يعني اذا ما في جميد انا كيف بعمل منسف اردني؟ بعد عني اذا بتريد. لا قالوا لك هذا اللي جبناه من العراق، هذا اللي شو اسمه، اللبنه او اللبنه المجففه. ايه عم بيقولوا فيك تستعمليه مثل الجميد، بس ما بعرف. انا بس انا صرت شاكي، انا صرت شاكي فيه هيدا، والله صرت شاكي فيه. يعني شككني هيدي. قال لك رفقنا طمطم. كل الطريق رفقنا. طمطم تركنا من لما كان بيبي، كان كتير صغير. انتو شفتوا، انا كنت صوره ببعض الفيديوهات ببعض الفلوجات، كان كتير صغير طمطم. يوم من الايام بلادي ما فيها ضوء قمر، تنذكر وما تنعاد. بالفتره يلي طلعت الفيديو اللي كنت مقجهضه فيه، كان صاير معي اجهاض. بهديك الفتره طمطم اختفى. فقت يوم من الايام ما لقيته. انا بالعاده بفيق الصبح بفتح شباك المطبخ، بتطلع وين هو بيجي.
بحط له اكل، بحط له لقمه فيها لبنه جبنه، بعرف هو شو بحب وبياكل وبيسرعني بيوقف على شباك المطبخ مياو 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 كل الوقت. فيوم من الايام بهذيك الفتره فتحت الشباك انا ما شفته لطمطم، ما اخذت وعطيت، ضليتني عم اقول انه ما بعرف بيكون عم يلعب، بيكون بشي قرني بشي محل، ما اخذت وعطيت. للظهر للعصر يا عمي هالبيس ما بين، هيكو هيكو بدكم تشوفوا شو عم يعمل. هيدي انا صار عندي شك كتير كبير، ونفس اللون. ليلى هلا احنا قصتنا بشباط بس ما بعرف في شي غريب، في شي غلط. معقول هو يا عمي؟ فوالله يا جماعة طمطم ضليتنا ندور عليه وما لقيناه وما لقيناه، اختفى فص من الحداب. وهلا نحن عم نعمل سبور وفاتحين لايف، اجا هيدا البيس ليكو شو عم يعملنا حركات. يا عمي يلي بيفهم عليه خبرنا، بركي اذا الناس عندهم خبره بالموضوع القطط. يعني شو معناتها هالحركات هاي؟ هاي الحركه معناها شيء ما بعرف. والله اذا راح معنا بدي اخده، حاخده اذا راح معنا. لك ما شاء الله ابيض مثل الثلج احلاه. ما بعرف ما بعرف، بدنا نرجع نشوف صور صوره القديمه. قال عم يتودد لكم، قال خدوه معكم، هو هيك عم بيقول، قال خدوه واعتبروه بدل طمطم. قال يا حرام البسي بلكي بقى عم بينبهكم لشيء. لا لا اذا بيروح معنا يا ريت، ما بعرف اذا بيروح معنا اصلا. بده يلعب معكم قال. حدا تاني كمان كاتب العراقي محمد بده يلعب. قولي اسمي ميسر، ميسر حبيبتي ميسر وليد. قال هو هو طمطم، كيف هو طمطم يا جماعة؟ معقولة هذا طمطم؟ شو هالحكي؟ ليكي والله ليكي أولا ذكر. ايه. وثانيا نفس اللون. شو بعرف إذا نفس الخطوط. ايه في حدا كاتب قال عايز يتجوز، شو عايز يتجوز؟ معنا بسينات نحن بنات معنا. معنا بنات للجيزة. ما عنا بنات الزواج. ما عنا بنات. نفقنا. كان كل حدا أول زواجنا أنا وهادي كانوا يسألوا لي هادي مرتك عندها أخوات بنات؟ فبطل عنا بنات للجيزة يا جماعة، وهذا بعده بعده عم يتمرمغ بالأرض. خليني التهي معكم أنتو حبايب قلبي. النت لك كثير بطيء. اكتبوا لي اذا النت بطيء. انا عندي قطوة وقت التزاوج بيعمل هيك، لما يعمل هالحركات القط يعني مبسوط. نور يسعد لي هالوش، الله يسعد لي وشك حبيبتي. انا اعرفه لطمطم نور نوف الشمري. قولي اسمي ميسر وليد، قلت لك اسمك حبيبتي ميسر، يسعد لي صباحك، اجواءكم مثل اجواء الاردن. اكتبوا لي اذا الصوره واضحه، اذا النت تمام. قولي تسنيم، تسنيم حبيبتي، شيرين من طرطوس. رح نرجع هاد لنشوف اذا البيس حيرجع معنا. وينو؟ انا هربانه. باي باي باي. معقول في لحقنا ركض؟ باي. ركض ركض يا هادي لنشوف. يتركنا خاين مالكش امان. لا لا بيجي. تعال ارجعي لورا. خاين مالكش امان. شوفي بيجي ولا ما بيجي؟ ها ها اجا اجا تعال تعال تعال. ام ياسر من تركيا حبيبتي، والله لحقنا ما كذب خبر. انا كل ما بشوف طريق في شجر يمين وشمال بقول بدها بسكلات. هون حد بسكلات
في حدا عم بيقول لي قولي اسمي والكومنتات طايرة لفوق، ما عم لحق أعرف شو اسمك. قولي سيرين من الأردن. حبيبتي سيرين، الله ياسمين إسماعيل دخيل الله اللي خلقهم. بتشوفي عم بكتب لك دلال أحمد، معك ندى، حبك اللبسين ما رح يتركك. ليلى قولي اسمي سانمون. حبيبتي سانمون، ما بعرف شو اسمك الحقيقي. سلمي على حماتك، الله يسلمك يا رب. قد قلنا فاتحين بس؟ ما بعرف قديش قلنا. معقولة عن جد قلنا 26 دقيقة يا جماعة؟ ما حسيت، ما حسيت. هلا نحن قلنا 26 حيصيرنا نص ساعة، حسيت ما إلي 5 دقايق. كيف هيك الوقت مرق؟ وينه هالبيت؟ ليكو وينه؟ تعا، ما حسيت ابدا انه مرق الوقت. اكتبوا لي حسيتوا انه قلنا نص ساعه مع بعض؟ ما احلى الصبحيه معكم، والله احلى سفور بنعمل كل يوم. الاردن شتاء وبرد، الله يحمي كل بلادنا. في مره شفت مقطع عن الاردن، مقطع ما بعرف باي منطقه بالاردن، انا عم بتطلع حسيت كانه عم شوف مقطع من بلاد برا من اوروبا، بعدين قالوا لي هي الاردن. اوف قديش بلادنا حلوه ما شاء الله عن جد، الله يحمي كل بلادنا. انا هلا بس جيت لك حبيبتي، هو الباس اصلا بيتسجل، بترجعي بتحضريه بعدين ليلي ما لحق الباس. بس ما تنسوا انا ليكو، انا هلا رح سكر بعد شوي ورح قلكن، رح اقرا الكومنتات تاعكن لشوف انتو ايمتى بتحبوا الباس، اي يوم واي ساعة. لا في ناس عم بيقولك انه ما عم بيشوفوا فيديوهاتك. ايه يمكن لانه منهم فاعلين زر الجرس. ايه اكيد، هلا اللي ما عم يطلع عنده الاشعار ارجعوا فعلوا زر الجرس، اكبسوا حد السبسكرايب، فعلوا زر الجرس ببين عندكم. او اشتراك بالعربي. هذا البسان شككني والله، خليني شك ليش، لان انا ما شفته لطمطم انه صار في شيء، ما حسيناه الا اختفى، فمعقولي هذا هو، الله اعلم، لا اعلم. قولي اسمي للوش حبيبتي. فاطمة عادل، حبيبتي فاطمة، حبيبة قلبي، والله كلكم حبايب قلبي، كلكم على الراس والعين. أنا بحبك ليلى وأنا بحبكم، بحبكم كلكم والله، كلكم حبايب قلبي. عاملين فول باللحمة، ياي طيب الفول باللحمة، هلا موسم الفول. هيدي منين قطعت أنت؟ محل ما قطع اللبسان. محل ما قطع اللبسان؟ يا ويلي، أنا ما بحب وحل حولي. حبيبتي فاطمة، علا حبيبتي علا، يا فاطمة. العراق أمطار وفيضانات. قولي اسمي مسا خطب. حبيبتي مسا، دعواتكم قلنا، الله يحمي بلادنا جميعا ويحمي شعوبنا جميعا، آمين رب العالمين. بعد العصر بيناسب أكتر البس. يلا حبيبي، أنا رح أوقف البس هون، كتير انبسطت بهالصبحية معكم، وإن شاء الله رح أقرأ كومنتاتكم هيك على رواق شخص شخص، وشوف أنتو أمتى بتحبوا البس يكون وأي ساعة. هلا رح نسكر والأفندي بعده هون. عم تلبك فيه بين اجرينا. بحبكم كثير، بحبكم 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 بحبكم.